تحية طيبة لكم مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الواحدة وهذه العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إلاء الأهمية القصوى لبرامج التنمية بولايات الجلفة، خنشلة، تسمسيلت وتندوف، ويشدد على ضرورة التقدم في برامج إيصال الكهرباء إلى المناطق الصناعية، ويثمن الأداء المشرف للبعثة الجزائرية بالأمم المتحدة خلال ترأسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء. تحديد الموقع النهائي للوحدة الإنتاجية الخاصة بمركز خام الحديد بالقطب الصناعي الجديد بتوميات بولاية بشار، ودراسة طرق تزويدها بالمادة الأولية من منجم غار جبيلات. في سياق الديناميكية التنموية للولايات الفتية، ولاية المغير تتعزز ببرامج سكنية والعديد من المرافق الضرورية ضمن سياسة عصرنة وتنمية المدن. النقش على معدن النحاس ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي المادي للإنسانية، والتحف النحاسية الجزائرية تبقى ثابتة في متحولي العصرنة. مرحبا بكم. ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عدة عروض أسدى بشأنها السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات الآتية. فعقب عرض التقرير الدوري المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة، وافق مجلس الوزراء على صفقة بالتفاوض المباشر بين المحافظة السامية للرقمنة وشركة هواوي الصينية لطابعها الاستعجالي. أما بخصوص مدى متابعة تنفيذ البرامج التكميلية للتنمية بولايات خنشلة، تسمسيلت، الجلفة وتندوف، فقد أكد السيد الرئيس على ضرورة تقوية اللحمة الوطنية من خلال استراتيجية مبنية على التوازن التنموي، كما ثمن رئيس الجمهورية المجهودات التي تبذلها شركة سون الغاز لتحقيق التكامل التنموي، مشددا على ضرورة التقدم أكثر في إيصال الكهرباء إلى المناطق الصناعية ومناطق النشاط. وحول وضعية التحضيرات للألعاب الأولمبية 2024، أكد السيد الرئيس أن الدولة على استعداد تام لتوفير كل الإمكانات. السيد الرئيس وجه كذلك الحكومة لإيلاء كل الأهمية للإحصاء العام في قطاع الفلاحة. وبخصوص عرض حول المستجدات الدولية لا سيما التطورات الحاصلة في القضية الفلسطينية، ثمن السيد الرئيس الأداء المشرف للبعثة الدبلوماسية الجزائرية. وفي الأخير كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة وترقية الصادرات بنقل تشكراته إلى ممثلي التجار وكل الشركاء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين على جهودهم والتزامهم في تحقيق استقرار السوق. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، تم أمس شحن 150 طنا من المساعدات الإنسانية من مطار بوفريك العسكري بالبليدة إلى مطار العريش بجمهورية مصر الشقيقة لنقلها نحو غزة عبر معبر رفح الحدودي. العملية أشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري بمرافقة من القوات الجوية الجزائرية التي سخرت جسرا جويا بمعدل طائرتين يوميا لنقل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى عدوان صهيوني متواصل وسياسة التجوع في قطاع غزة. أما في مستجدات الوضع بفلسطين المحتلة، فقد استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة غارات وقصف مدفعي صهيوني استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع، فيما شهدت مدينة رفح الحدودية والمناطق الشرقية من خان يونس سلسلة غارات على المناطق السكنية خلفت عشرات الضحايا ولم تسلم حتى الصروح
الجروح الطبية من الاعتداءات الصهيونية بعد تعرض الطابق العلوي من مجمع الشفاء الطبي إلى قصف مدفعي وسط إطلاق نار كثيف ومطالبات بالإخلاء الفوري للمجمع المحاصر منذ 8 أيام. نظمت اليوم وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج معرضا للمرأة المنتجة والمقاولاتية لفائدة السلك الدبلوماسي المعتمد من قبل الجزائر. التظاهرة التي يحتضنها قصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة عرفت حضور وفد وزاري هام يتمثل في وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، وزير الاتصال، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزيرة الثقافة والفنون، إضافة إلى سفراء من مختلف الدول الأجنبية. الطبعة الرابعة للمعرض فرصة لإبراز مختلف المنتوجات التقليدية والإنتاجات الإبداعية للمرأة الجزائرية التي تسهم في تحقيق النهضة الاقتصادية. وبالمناسبة أكدت كريكو أن الدولة ستعمل على مواصلة مرافقة ودعم المرأة المنتجة لبلوغ مساعيها التنموية. بالتعاون مع وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبتنسيق وثيق مع قطاعي السياحة والصناعة التقليدية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة كفضاء للتعريف بمنتوجاتها الإبداعية التي أضحت عنواناً لرواج دولي تسعى من خلاله المساهمة في التنمية الوطنية بأنامل صقلت بخبرة جزائرية خالصة. كما أن هذه التظاهرة أضحت تعبيراً دائماً ومستداماً عن دعمنا التام لجهود المرأة الجزائرية ومساعيها الرامية لتعزيز إسهامها في تحقيق النهضة الاقتصادية التي تنشدها بلادنا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ نهضتها الوطنية الشاملة. ضمن آلية تحديد المواقع الاستراتيجية المدرة للطاقة، تم بالقطب الصناعي الجديد بتوميات بولاية بشار تحديد الموقع النهائي للوحدة الإنتاجية الخاصة بمركز خام الحديد ودراسة كيفية تزويدها بالمادة الأولية من منجم غارج بيلات. العملية التي تضمن توفير كافة المتطلبات تمت بشركة جزائرية صينية تتابع من العرج. على هذا النحو سيكون الشكل النهائي للوحدة الأولى الخاصة بإنتاج مركز خام الحديد ببشار المحول من منجم غارج بيلات تندوف. هذه الوحدة الإنتاجية ستعمل على معالجة 2 مليون طن سنوياً من خام الحديد. المرحلة الأولية من المشروع والتي ستخص تحويل 2 مليون طن من خام الحديد لإنتاج 1 مليون طن من مركز خام الحديد. نحن درسنا مع السلطات المحلية والمركزية وكل الشركات المختصة في التموين بالماء والغاز والكهرباء بالنسبة للمصانع، وقد حدد حجم المصنع ب 20 مليون طن من الخام، والذي سينتج عنه 10 ملايين طن من المواد المركزة. الأرضية المخصصة لإنجاز هذا المشروع تتربع على مساحة تقارب 1400 هكتار، وتقع بمنطقة التوميات القطب الصناعي الجديد الذي يتوفر على كل المتطلبات. إذا كان يحتاجوا 15 مليون، أنا إذا كان درت غير 30 ألف اللي راهي موجودة عندي في 365 تخرج لي 20 مليون سنوي، معناتها نقدر نوفر لهم الماء. الكهرباء راك شفتوا عندنا اثنين خطوط، واحد تاع 400 وواحد تاع 200 اللي يجوا من عين الصفر. كذلك درنا 4 محطات لتوليد الكهرباء هنا في بشار. كذلك رانا الان في صدد انجاز سنترال مركز نتاع 400 كاتسا ومركز نتاع 200، هذو كل باش نوفرهم للمنطقه الصناعيه، بالاضافه الى المحطه الجديده نتاع الطاقه الشمسيه. وكخطوة استباقية لتوفير اليد العاملة المتخصصة في هذا المجال، سيتم قريباً إدراج التخصصات المطلوبة في كليات الجامعة ومعاهد التكوين بالولاية.
في سياق الديناميكية التنموية التي تشهدها ولاية المغير الفتية، تسلم عدد من المواطنين من مقررات استفادة وإعانات من إعانات البناء الريفي تحسينا للمستوى المعيشي للساكنة، وتم فتح العديد من المرافق الضرورية التي تدخل ضمن عصرنة المدن وتنميتها. تابع لنا محمد سنوس عياض. منذ أن تم ترقيتها إلى ولاية كاملة الصلاحيات، تعمل السلطات المحلية بولاية المغير على تسريع عمليات التنمية لتلبية طلبات الساكنة ما تعلق منها بتوزيع السكن والإعانات المالية وربط التجمعات السكنية الجديدة بشبكة الغاز. استفدنا من قطعة أرض سكن ريفي، إعانة من طرف الدولة، ونه الحمد لله نشكره، وماذا بنا ان شاء الله استفادات اخرى، ونتمنى ان شاء الله استفاده الشعب كله واللي ما عندوش يعطوه، ونتمنى ان شاء الله الخير للبلاد في شتى المجالات. ولدفع قاطره الاستثمار الزراعي كولايه رائده في الانتاج الفلاحي، مشاريع لربط المستثمرات بالكهرباء الفلاحيه وتسويه لقرارات الشرط الفاسخ والتنازل للفلاحين. بارك الله فيكم النشاط هذا تاع تلتيتي، وكثر خيركم اخويا، وماذا بكم توفرونها ثاني في الترسيتي ثاني ياسر. هذه الاستفاده ان شاء الله حتى تمكنني باش نكمل المشروع نتاعي في المجال الفلاحي. الولايه حاليا عباره عن ورشه كبيره فيه مشاريع كبرى تنجز، فيه كل تقريبا القطاعات استفادت من ادارات عموميه، قطاع الاشغال العموميه، قطاع الفلاحه، قطاع الري. تحسين المحيط الحضري وتدعيم المستشفى بمصلحة جديدة لتصفية الدم، خطوات تأتي في إطار تنمية شاملة تشهدها ولاية المغير. في مواضيعنا التنموية وفي سياق التحول الرقمي الذي تعرفه أغلب الإدارات، يعمل الصندوق الوطني للتقاعد بولاية توجرت على التعريف بالخدمات الرقمية الحديثة وتطبيق تقاعدي، والذي كان محور يوم دراسي للتعريف بهذه الخدمة. فنية تابع لنا محمد سنوس عياض. سهولة الاستعمال واقتصار المسافات وأريحية في تبادل وتلقي المعلومات، شروحات يستقيها السيد عادل حول تطبيق تقاعدي. تتبع ملف. تطبيق يقدم 14 خدمة رقمية جاءت لتحسين أداء الصندوق وتبسيطا للإجراءات الإدارية. باش يسهلوا لنا يعني المهمة، وخاصة للمتقاعدين اللي في أكبر سن، باش يتحول والله كل خطرة يديروا ولا الوثيقة هذيك، إن شاء الله بحول الله وقوته رايحين نتفادوا هذا الديبلاسمون هذه إن شاء الله. لمبادرة إن شاء الله نسموها إن شاء الله في كل وقت وكل إدارة، يعني مش غير المتقاعدين إن شاء الله، ولا كل شيء الحمد لله. راي الدولة راي في مجهودها في الرقمنة هذه. شروحات مبسطة لتعريف بالخدمات الرقمية المطورة، محور يوم دراسي بولاية جورت جمع بعض المتقاعدين وإطارات الصندوق للتعريف بأهمية التحول الرقمي ومزايا التطبيق. الخدمات الرقمية المقدمة من طرف الصندوق، والتي هدفها أنسنة العلاقات، التكفل الأمثل بمرتفقي الصندوق، تجنيب المواطن عناء التنقل والاستفادة من خدمات الصندوق عن بعد. تبسيط الإجراءات الإدارية وتجنيب المواطن عناء التنقل هي أهم الركائز التي يتكئ عليها هذا التحول الرقمي، ويمليه أيضا التوجه العام للدولة لرقمنة كل القطاعات. بغرض تخفيف العبء على المواطنين خاصة خلال الشهر الفضيل، اتخذت شركة صنع الغاز بولاية وهران عدة تدابير لمواجهة وضمان تموين متصل لطاقة الكهرباء والغاز، منها تعليق قطع التموين بطاقتي الكهرباء والغاز بالنسبة للمتخلفين في تسديد فواتير الاستهلاك. تابعت لنا وهبة علالي. عروضي لاسوميغاز معك. عندك مشروب؟ بجد يتفاعلون مع شكاوى واستفسارات المواطنين. هكذا تقضي فرق مؤسسة صنع الغاز بوهران يوميتها خلال شهر رمضان، سعيا منها لضمان تموين مستقر بشبكتي الغاز والكهرباء. نشكر شركة صنع الغاز وهران على المبادرة القيمة اللي قاموا بها، بحيث كان تدخل سريع بالنسبة لقطع الدور اللي دام حتى ربع ساعة. جهود ضمان استمرارية الخدمة ترافقها إجراءات تسهيلية للمواطن خلال أيام هذا الشهر.
مبادرة حسنة والحمد لله. كان عندنا واحد شوية كريدي تاع الكهرباء والغاز كنا نخمو فيه وسهلوا معنا ومساكين داروا معنا زعما غمضوا عينيهم مشكورين. اللي ما يخصوش الضو كاع راه ما يقطعوا لهمش تريسينسي، راهي حاجة مليحة ومبادرة حسنة في رمضان. قامت مصالحنا بتعليق عملية تحصيل الديون على كافة الزبائن المنزليين، وهذا إلى غاية انتهاء شهر رمضان الكامل. تحرز مصالحنا بإجراءات اللازمة ومنها تعزيز فرق المناوبة 24 ساعة على 24 ساعة. ترافق هذه الفرق مكتب مداومة على مستوى المديرية من أجل تسجيل كافة التدخلات. برنامج خاص من شأنه الرفع من مستوى التكفل بانشغالات الزبائن. في قطاع التعليم العالي أبرمت اليوم الجامعة هواري بومدين بالعاصمة اتفاقية تعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية من أجل تكوين وإنشاء فرق مختلطة للبحث وتكوين إطارات الغد للوكالة في البرامج والأبحاث. وتتيح الوكالة الفضائية إنجاز تطبيقات فضائية للأقمار الصناعية للكليات المهتمة بعلوم الأرض، كما ستسمح الاتفاقية أيضا لطلبة الاستفادة من معطيات الأقمار الصناعية وتوفير صور عالية الدقة والجودة لتكون متاحة في البحوث العلمية. وبغرض إبراز نوابغ جزائرية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، نظمت مؤسسة الجزري بولاية قسنطينة التصفيات المؤهلة للمسابقة العالمية للبرمجة المزمع تنظيمها بدبي شهر مايو المقبل، والتي سبق أن برزت فيها عدة أسماء جزائرية. التفاصيل مع عمر طبال. بالقطب التكنولوجي لهضبة قسنطينة يعرض هؤلاء الأطفال والشباب مشاريعهم وابتكاراتهم الفردية أو الجماعية، والتي سيساهمون بها في التصفيات الجهوية للمسابقة الوطنية المؤهلة للمسابقة العالمية للبرمجة الروبوتات والذكاء الاصطناعي. اليوم أنا نعرض لكم المشروع تاعي الذي سميته المسجل الذكي. هذا المسجل الذكي صنعته أنا وحدي، لست في فريق، أنا وحدي صنعته، يحل مشكلة معاناة المدراء من غياب العمال والموظفين وعدم معرفة عدد الغياب والحضور. المشروع خاصتي يضع غرفة الشاي المستنبت. صممت هذا الاختراع ليكون حل مناسب لعدة مشكلات، منها غلاء العالف الخاص بالمواشي. راح نجرب بالك نخدم روبو يقرأ النقاط ويحطهم في اللوجيسيال في بلاصة ما الأستاذ يتعب ويحطهم بيديه. المسابقة تعتبر فرصة لإبراز القدرات والكفاءات وخلق الفضاءات الأمثل لاكتشاف المواهب وتشجيعها على دخول عالم المقاولاتية والمؤسسات الناشئة النشطة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. عندنا زوج مسارات، مسار الابتكار وريادة الأعمال، وأيضا عندنا مسار الروبوتات المدينة الذكية. طبعا المشاركين في هذه المسابقة من مختلف الأعمار، عندنا من 7 سنوات حتى 18 سنة. الجديد في هذه هذه السنة هي مشاركة الطلبة الجامعيين كمكونين لهذه فرق الأطفال الذين سوف يشاركون في هذه المسابقة العالمية، وبذلك نصب إلى تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي لنشر ثقافة المقاولاتية والابتكار في الوسط الجامعي. الفائزون في هذه التصفيات سيكونون على موعد مع المسابقة الوطنية في 20 من شهر أبريل المقبل. في خبر آخر، وفي إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الوادي من توقيف شخص في قضية تهريب بضاعة أجنبية من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من معالجة قضية نوعية متعلقة بتهريب هواتف نقالة وأدوية فلاحية باستعمال وسيلة نقل على درجة من الخطورة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني. نفذت هذه العملية بعد تتبع واستغلال معلومات تحصلت عليها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمهونسة حول محاولة تمرير شحنة معتبرة من المواد المهربة علامة مركبات مهيئة ومخصصة لعملية التهريب. الاستغلال الأمثل للمعلومات مكن من تحديد الموقع بدقة، أين تم وضع تشكيل أمني محكم ومدعم بأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي العلندة. تم من خلاله إحاطة المكان وتمشيطه، أين عثر داخل إحدى المزارع على 3 مركبات محملة بكمية معتبرة من المواد المهربة متمثلة في هواتف ذكية ومبيدات حشرية. بعد تفعيل عنصر الاستعلامات وتكثيف البحث والتحريات، تم تحديد هوية أحد المشتبه فيهم ورصد تحركاته وتوقيفه على الفور.
فيما يزال شخصان متورطان في القضية في حالة فرار. أدى أمس لاعبو المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بجامع الجزائر صلاة العصر جماعة رفقة جمع من المواطنين في أجواء روحانية كبيرة، حيث كان في استقبال الوفد الرياضي عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني. وبالمناسبة قامت العناصر الوطنية بجولة في مختلف مرافق جامع الجزائر واستمعوا إلى الشروحات التي قدمت لهم من قبل المشرفين على هذا الصرح الديني وحول تاريخ بنائه ودور كل مرفق من المرافق التي يضمها. أما على الميدان الرياضي تتواصل اليوم مباريات الجولة 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس بإجراء لقاءين، حيث يجمع الأول نادي بارادو بنجم بن عكنون، فيما يجمع اللقاء الثاني بين شبيبة الثورة ومولودية الجزائر. هذا وانتهت اللقاءات التي لعبت أمس لحساب الجولة نفسها بفوز اتحاد الجزائر بهدف لصفر ضد اتحاد بسكرة، وانهزم نجم مقرى أمام شباب قسنطينة بثلاثة أهداف مقابل اثنين، كما انهزمت شبيبة القبائل في ملعبها أمام شباب بلوزداد بهدف دون رد، فيما انتهى لقاء وفاق سطيف بجمعية شلف بنتيجة سلبية 0-0. في الشهر الفضيل تكثف المدارس القرآنية برنامجها الدراسي من تحفيظ القرآن الكريم وتقديم دروس ومواعظ للطلبة. العينة اليوم في نشرتنا من المدرسة القرآنية القادرية البوتشيشية الداخلية بولاية سعيدة مع سارة صاري محمد. تعد المدارس القرآنية منارة من منارات الإسلام التي تنشر الإشعاع الديني والروحي. المدرسة القادرية البوتشيشية بولاية الصعيدة جمعت الطلبة من عدة ولايات. نحن نمارس هذا النشاط لحفظ القرآن الكريم، وأنا أحفظ سلكة من القرآن الكريم ختمة واحدة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبالتالي شهر رمضان دائما الطلبة يهتمون بتكرار الحفظ ويكون فيه فتح من الله سبحانه وتعالى. وبمناسبة الشهر الفضيل الذي يضاعف فيه الأجر والثواب، تكثف المدرسة برنامجها التدريسي من حفظ للقرآن الكريم ودروس في السيرة النبوية. كذلك عندنا مدرسة خارجية يدرس فيها أطفال أبناء الحي من هنا، لهم كذلك معلم قرآن يشرف عليهم يدرسهم القرآن. وزعنا أرقام الأئمة المفتين، خاصة الإمام المفتي بالولاية والعنوان الإلكتروني لهذا الإمام على مستوى الصفحة، كما خصصنا له مكتبا خاصا يجيب على أسئلة المفتين. يستطيع المواطن من خلال الموقع الإلكتروني يسأل الإمام والإمام يجيبه على فتواه دون أن يتنقل إليه. هذه المدارس القرآنية أدت مهامها منذ قرون في التعليم الروحي الأصيل طبقا لقيم الهوية المستقبلية من القرآن والسنة. ونختم بأحد تقاليد الجزائر العتيقة، حرفة النقش على معدن النحاس التي توارثها الأجيال في صور المحافظة على التراث الثقافي المادي للإنسانية، تبقى الثابتة في متحول العصرنا دليلنا في رحلة التراث النحاسية. نسرين دحمان. ببريق ألوانها وجمالية زخارفها، تحف النحاسية تجذب الناظر من بعيد لتسرد شيئا من تاريخ بلد وتروي حكاية عبر كل قطعة. سواء البقرات ولا السينية ولا ديجا كاين سنيوات عليهم حكاية، كما سنيوات الضربوس يقول لك زمان على سنيوات الضربوس، عليه يعيطوا لها سنيوات الضربوس، انه واحد بنت الباي قالت له خدم لي السنيوة ماشي كما تاع الناس كاملين باش تزخ بها وتفوخ. هذاك الحرفي تيلمو كانت فيه راسو وجدان، كانت واقفه فوق الضربوس كيما هكذايا ضربوس واقفه عليه، جاتو في راسو انه يدير خدم السنيوه بالضربوس. وفاء لارث الاجداد، جيل اليوم يواصل المسيره بالحفاظ على القطع النحاسيه وترميمها وتجديدها مع الاجتهاد في الترويج لها في مختلف المناسبات. نحاس قديم تاع بلادنا، نقول لك سي تاع الجزائر لي 58 ولايه، ماشي تاع العاصمه ولا حاجه، اللي رجعنا لها كنا ناسينها شويه عاودنا دخلنا فيها ورجعنا لها الحمد لله بقوه. البروف كاين دي شوز اللي رايحين حتى لوروب،
انا راني يعني حرفيه ونعاود البيع حرفيه ونحب هذا الدومين. هذه التحف النحاسيه تحمل بين نقوشها تقاليد وعادات اصيله لمجتمعنا، وهي توثق لهويتنا وتعد ذاكره حيه بابعاد فنيه اجتماعيه تتوارثها الاجيال. لهذا ادرجت اليونسكو النقش على النحاس والمعادن تراثا ثقافيا مهدا للانسانيه. بالتراث الجزائري الاصيل ناتي الى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بابرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إلى الأهمية القصوى لبرامج التنمية بولايات الجلفة خنشلة تسمسيلت وتندوف، ويشدد على ضرورة التقدم في برامج إيصال الكهرباء إلى المناطق الصناعية، ويثمن الأداء المشرف للبعثة الجزائرية بالأمم المتحدة خلال ترأسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء. تحديد الموقع النهائي للوحدة الإنتاجية الخاصة بمركز خام الحديد بالقطب الصناعي الجديد بتوميات بولاية بشار، ودراسة طرق تزويدها بالمادة الأولية من منجم غار جبيلات. في سياق الديناميكية التنموية للولايات الفتية، تابعنا ولاية المغير تتعزز ببرامج سكنية والعديد من المرافق الضرورية ضمن سياسة عصرنة وتنمية المدن. وتابعنا أيضا النقش على معدن النحاس ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي المادي للإنسانية، والتحف النحاسية الجزائرية الثابت في متحول العصرنة. وثابتون نحن دائما في خدمتكم، خدماتنا الإخبارية متواصلة على الإخبارية الجزائرية. شكرا على الكرم المتابعة والوفاء. أتابعونا.